Hi there, I am my buddy Joe English are sending our regards. Today we will do a general English test for third year secondary English from Al Muasir test booklet. So let's do that and share the screen. Okay, the first question is, is one of the behavior that we lack in our societies nowadays? Uh, إيه? which behavior? Chivalry. شيفلري اللي هي تيب بمعنى الفروسية بس هنا المقصود بها معنى الشهامة الشهامة إن الناس تساعد بعض إلى آخر يبقى شيفلري دي هي الإجابة الصحيحة يبقى سلوك اللي هو الشهامة هو اللي بنفتقده في مجتمعاتنا هذه الأيام يبقى شيفلري وهي أصلا لها معاني أخرى زي الفروسية حسب السياق اللي بتيجي فيه طيب سؤال نمبر 2 It is said that some scientists succeeded finding out a safe cure for coronavirus. Succeed دايما بيجي بعدها ايه؟ in. Succeed in finding وبعدين طبعا فعل في ing يعني ينجح في ان يجد safe cure for coronavirus او يعني find out يكتشف safe cure for coronavirus يعني علاج امن لفيروس كورونا يبقى اذا يبقى اذا هنا البريبوزيشن الصحيح ان انا اقول succeeded in يبقى سي الاجابه الصحيحه طيب نمبر 3 I went to the circus last week the show was wonderful رحت السيرك الاسبوع الماضي عايز اقول بقى ان العرض كاملا كان رائع يبقى the entire show العرض كله على بعضه كده was wonderful كان رائع يبقى كلمة entire هنا مستخدمة كصفة عشان تصف show اللي هي الاسم اللي جاي بعدها يبقى دي الإجابة الصحيحة طيب number 4 uh, always work for the good of their country مين اللي بيعملوا من أجل مصلحة البلد اللي هي patriots patriots الناس اللي عندهم وطنية وحب للوطن الوطن يبقى اسمهم أيه Patri patriots <applause> patriots أيه الإجابة الصحيحة طيب number 5 We all are proud to be the descendants of those great, يبقى great أي, ancestors الأسلاف. إحنا فخورين إن إحنا من نسل هؤلاء الأسلاف، يبقى great uh, ancestors يعني هؤلاء الأسلاف العظماء. great معروفة طبعا و ancestors الأسلاف. يعني الأجداد وأجداد الأجداد إلى يبقى ancestors أي هي الإجابة الصحيحة. طيب، number six. Uh, most of our attended my sister's wedding last Friday. معظم اقاربنا عايز يقول حضروا زفاف اختي الجمعه الماضيه يبقى relatives most of our relatives الاقرباء يعني يبقى بي الاجابه الصحيحه طيب number 7 most of the new cities are inhabited by people very quickly the antonym of inhabited is الفرق يعني العكس بتاع كلمه inhabited هي ايه ديبارتد كلمه inhabit يعني يعيش ويسكن في مكان عكسها ديبارت يرحل ويمشي بعيد عن هذا المكان يبقى inhabited عكسها departed اوكي وطبعا يعني احيانا هو بيطلب الأنتونيم او Opposite. مش شرط الكلمه تكون عكس الكلمه بالظبط ولكن هي اقرب شيء صحيح بالنسبه للخيارات الموجوده كلمه inhabit يعني يسكن في مكان أو ديبارت يرحل عن المكان يعني ممكن يكونوا عكس بعض طيب ودي زي ما قلنا أفضل خيار بالمقارنة بالكلمات الأخرى المتاحة طيب نمبر 8 going on work without arrest results more mistakes لما تروح الشغل بدون راحة ده بينتج عنه عايز يقول ينتج عنه مزيد من الأخطاء يبقى results in كلمة result كverb بتاخد الـ preposition in معناها ينتج عنه أو ينتج عنها more mistakes إن أنت تذهب إلى العمل بدون راحة يبقى results in more mistakes يبقى إذن in أو be الإجابة الصحيحة طيب number nine uh, English is the most language in the world يبقى the most a widely spoken widely spoken اللي هي a الإجابة الصعيدية صفة مركبة جاي عشان توصف اللانجوج، وايدلي سبوكن معناها يتحدث بها على نطاق واسع. بدي صفة مركبة جاي عشان تصف الناون اللي هو لانجوج. اوكي؟ يس. وطبعا وايدلي ديت adverb والadverb جاي عشان يوصف الصفة اللي بعده اللي هو سبوكن، يبقى وايدلي سبوكن على بعضها اللي هي متحدث بها على نطاق واسع كلها كده بتصف الناون اللي جاي بعده اللي هو لانجوج. يبقى إذا إيه الإجابة الصحيحة؟ طيب نمبر uh, 10 the company exports fruits makes a lot of money every year يبقى عايز uh, ضمير uh, وصل يصف الايه؟ ال يبقى the company which exports fruits الشركه اللي بتصدر الفواكه بتعمل ارباح او اموال uh, طائله كل سنه يبقى ويتش هنا عشان nonsensible اللي هي the company الشركه دي شيء غير عاقل فبستخدم which ضمير إشارة يشير إليها يبقى which exports fruits makes a lot of money every year يبقى زي ما قلنا which أو دي الإجابة الصحيحة طيب number 11 to buy these two flats in a year he wealthy عايز بقى حاجة فيها prediction في الوقت الإيه الحاضر يبقى لأن هو اشترى شقتين في سنة واحدة he must be wealthy يجب أن يكون أو أنا متوقع يعني أن هو يكون wealthy يعني عنده فلوس يبقى must زائد بي زائد بعد كده الصفه او الحاجه اللي جايه ده بريدكشن in the present وانت شيء متاكد منه ان هو لازم يكون عنده فلوس ان هو يقدر يشتري الشقتين دول يبقى بي يبقى سي must be الاجابه الصحيحه. طيب السؤال نمبر 12 leaving the door of the flat open and going out was the mistake. it يبقى ان انت تسيب بالباب الشقه مفتوح وتذهب ده مستيك يبقى ايه؟ It could have been stolen طبعا انا هنا بعمل بريدكشن بس مش متاكد او مش مؤكد 100% يمكن ان يكون او ممكن ان تتعرض الشقه للسرقه. It could have been stolen يبقى عايز اعمل بريدكشن في الماضي ويكون في probability يبقى استخدم ايه؟ could يبقى could have been stolen ديت تركيبه باسيف وفي الماضي كود عندي اهيت وهاف بين عشان قلنا في الماضي وبعدين التصريف الثالث اللي هي ستولن يعني كان ممكن ان يتم سرقه الشقه في هذه الحاله. يبقى اذا ايه الاجابه الصحيحه. طيب نمبر 13 the man last night in an accident was a famous businessman يبقى killed ما اقدرش اقول بقى was killed يا اما اجيب الاداه الوصل والفيرب تو بي على بعضه اقول ايه هو was killed يا اما اقول killed بس. ما ينفعش اقول هو كيلد وما ينفعش اقول واز كيلد يا اما اقول هو واز كيلد على بعضها يبقى اجيب ضمير الوصل وفيرب تو بي واجيب التصريف الثالث يا اما احذف ضمير الوصل واحذف فيرب تو بي واجيب التصريف الثالث فقط وده بيبقى في الحاله ديت انا بقدر اتوقع الحاجه المحذوفه اللي هو ويتش او سوري هو اللي هي حذفناها في الحاله دي يبقى the man killed last night معناه the man who was killed last night يبقى اذا بي الاجابه الصحيحه طيب السؤال نمبر 14 your performance wasn't perfect last night you harder انا عايز اعمل يعني نصيحه او حاجه في الماضي يبقى you should have trained كان يجب ان تتمرن اكتر لان انت ادائك ما كانش كويس الليله الماضيه يبقى you should have trained uh, should have trained قلنا have زائد تصريف التالت عشان في الماضي وجايه بعد should أوكي؟ okay. انما لو انت بتعمل نصيحه في الوقت الحاضر بقول يو شود ترين على طول يبقى شود يجي بعدها الفعل مباشره لو كان advice in the present انما advice in the past يبقى should have trained كان يجب عليك ان تتمرن او تتدرب افضل او احسن من ذلك يبقى اذا بي الاجابه الصحيحه. طيب الجمله نمبر 15 ندا told her friend that she to London the following week يبقى كان نشوف اصل الجمله كانت بتقول ايه؟ I am traveling to London next week. عشان أحاول بقى am uh, traveling أو am flying يبقى أحولها من am flying إلى was flying. طبعا I هتبقى she وبدل ما هي كانت بتقول I am flying to London يبقى she was flying to London. اللي إحنا عارفين في التحويل من ال direct الـ indirect بنعمل حاجتين. أول حاجة نغير ال pronouns الضمائر وثاني حاجة بنغير التنسز one step back in time. يعني المضارع نخليه ماضي المضارع المستمر نخليه ماضي مستمر طيب الماضي التام يبقى يفضل زي ما هو الماضي البسيط يبقى ماضي تام الماضي التام هو اخر زمن ما فيش حاجه قبله يعني لو في حاجه في الماضي التام اخليها برضه زي ما هي في الماضي التام يبقى اذا هنا الاجابه الصحيحه was flying لان كان اصلها مضارع مستمر اخليها ماضي مستمر يبقى سي was flying الاجابه الصحيحه طيب الجمله نمبر 16 حاتم is that he can carry a heavy weight alone such a strong boy that يبقى طالما أن such that يجي ما بينها صفة و noun يبقى a strong boy هنا الآن indefinite article جاء منسحبة على النون اللي هو boy و strong صفة بتصف الولد لو كان قال uh so بس كنا نقول so strong that إنما such لازم أجيب such a strong boy that يبقى such that بيجي ما بينها ناون وصفة إنما so that يجي ما بينها صفة فقط يبقى إذا هنا D such a strong boy هي الإجابة الصحيحة شوف السؤال نمبر 17 بيقول uh, send this file to Mr. Ashraf please يبقى comma وبعدين إيه please تمام يبقى إذا هنا إيه الإجابة الصحيحة طيب uh, سؤال نمبر 18 in a news story a writer needs to avoid يعني في قصة خبرية أو آه آه يعني الكاتب مفروض أنه إيه يعني يتجنب إيه long complicated sentences and paragraphs في القصص اللي هي الإخبارية يجب يتجنب البراجرافات والجمل الطويلة والمعقدة يبقى سي الإجابة الصحيحة طيب number 19 Which of the following is punctuated correctly? هلاقي إن هي C. أماني said, نفتح two quotation marks. what a wonderful surprise what uh, uh, W capital وبعدين في إكسكليميشن بعد الإكسكليميشن I في at capital وبعدين uh, it's nice to see you here عادل قبل عادل أحط كومة وبعدين عادل A capital full stop وبعدين أقفل quotation marks فإذا C هي ال-punctuation الصحيح طيب آخر سؤال عندنا اللي هو 20 from its name it is clear that persuasive writing aims at من الاسم بتاعها الكتابة الإقناعية بتهدف إلى إيه؟ add convincing يعني تهدف إلى إنك تقنع غيرك بوجهة نظر يبقى persuasive aims at convincing يبقى convincing C هي الإجابة الصحيحة نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تابعونا في الفيديوهات القادمة نعمل بقية الاختبار اللي هو الجزء الخاص بالreading وtranslation فتابعونا ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب